الثلاث ماسكات بنات كل واحد فيهم له فايدة غير. الأول ديتوكس وبالانس ماسك، بيعمل نفس ديتوكس للشعر وبنفس الوقت بالانس للسكالب، عشان انتوا عارفين انه اغلب المشاكل اللي بالشعر من تساقط وغيره سببه انه السكالب دمج، يعني فيها مشاكل. ثاني واحد بيكون للناس اللي عندهم شوي نفشة بشعرهم او شعرهم كتير ناشف، فمحتاج ترطيب عشان يصير ناعم، او مو لازم ناعم بس انه يكون مو نافش ومتطاير. كل تريتمنتس هم اصلا ثيرمال تريتمنت راب، بينعملوا راب على الشعر او على الراس. والثالث حلو او يفضل استعماله للناس اللي صابغين شعرهم، بس حتى لو انتم مو صابغين شعركم تقدروا تستعملوه، هو بيقوي اللون اللي بشعركم. بوريكم بنات الماسك من داخل، بطلينه هذا تحطين كذي راسك داخل وتلفينه، هني عندك مثل بلاستر تثبتين فيه الماسك، تخلينه من 5 لـ10 دقائق ممكن اكثر، يعني طول فترة الشاور، وبعدين تشطفينه بالماء عادي. طبعا هو داخله في المادة العلاجية، الحين بجربه واقول لكم رايي. شوفوا بنات، لما تغسلين شعرك بالشامبو تثبتينه بوسطة هذا لكم اللزال، وهني بلاستيك ترى يعني يسوي مثل البخار علشان يفتح المسام وشعرك يستفيد من الماسك الموجود داخل. تخلينا من 15 لـ25 دقيقة، أنا قلت لكم من 5 لـ10، لا من 15 لـ25 دقيقة، بعدين تشطفينه بس بالماء. تخيلوا إن الماسك هو شيء ماسك الشعر مع الربطة مالته مع هذا الشيء اللي فرعه. البوكس الواحد فيه 3 ماسكات، واحد حق الشعر المصبوغ عشان يسوي له ريبير يعني يصلح الشعر، واحد مرطب ويعطي لمعة حق الشعر، وواحد ديتوكس عشان ينظف. هذا الماسك قبل طلبت منه واستخدمته جد روعة، وحطيت لكم هذا البوكس من في البوتيك بدون أي تردد. البوكس الواحد فيه 3 ماسكات بروائح مختلفة، وترومون تشلونه معاك في السفر وأي مكان، جدا طريقته سهلة، كل شيء مكتوب ورا البوكس. عاد اليوم سمعتوني بالصيدلية قاعد أقول حاسة في جفاف بشعري، إن شاء الله أنها تفيدني. بنات اللي مجربها هذه الأشياء أتوقع بس في أمريكا موجودة. تذكرون قبل فترة كنت مكلمتكم عن ماسك حق الشعر، قلت لكم يخلي الشعر زبدة، وكنت محاولة أنزل بوتيكي، وأذكر لما رحت المحل هم مرة صورت لكم إياه، هذا هو الماسك. الحين نزلته في البوتيك الحمد لله، بس شنو، أنا اللي كنت مستخدمته كان بوكس في نوع واحد، يا أما هذا يا أما هذا يا أما هذا. الحين مسوي لكم بوتيكات أوفر، إن حاطين لكم 3 ماسكات من كل نوع واحد في بوكس، يعني سعرهم خاصمين عليه 50%، فصاير التوتل 4.5 دينار، كأنه طالع لك الماسك بدينار ونص، سعر خيال الصراحة. بتكلم لكم عن مسكات الشعر الثلاثة اللي يجون باكيج واحد وسعره وايد وايد زين، حق البنات اللي يحبون ان هم يعالجون شعرهم بس دائما ما عندهم وقت، او مثلا ما يحبون يروحون الصالونات. هالمسكات وايد بتفيدكم، مثل ما قلت لكم هم 3 مسكات. اول ماسك، اول شيء حق الشعر المصبوغ، إذا كان شعرك مصبوغ دائما يكون وايد خشن ويكون تعبان، فأول ماسك يعالج هالشيء. ثاني ماسك حق الشعر الجاف اللي شعره وايد جاف ويحتاج ترطيب عميق، الماسك الثاني بيفيدكم. وثالث ماسك هو حق الشعر التالف والمتقطع. أنا نادر أحكي عن ماسكات الشعر لأنه شعري يعني مرة أخاف عليه، هذا أعجبني مرة، خصوصا أنه ريحة لافندر ومفيد مرة. اللي شعرها مصبوغ اللي شعرها جاف تستخدمها، حطيتها في بوتيكي عليها خصم 50%، كانت 113 صارت 56، فلحقوا. شيء ثاني توا نازل في البوتيك، الحلو فيه أنه سعره 4.5 دينار، مسوين عليه بوتيكات خصم 50%، تقريبا كان سعره 10 أو 9 دينار وشيء، فمسوين عليه سيل 4.5 دينار صاير بس. هم عبارة عن هير كير، يعني عناية حق الشعر، 3 ماسكات تحطينها قبل تسبحين نص ساعة وبعدين تشورين، ف3 أنواع. وايد حبيت فكرة أنه بدأت تحطين أول وتبسين كبوس وهالأشياء، هو كله
في منه وفي. ومن ضمن الأشياء المفيدة طبعا الماسك يحتوي على زيت الماكاديميا وعسل، أشياء طبيعية اللي يحتاجها شعر شعر مثل اللي شعرها باهت ومتقصف راح تستفيد من أول جلسة راح تلتمس الفرق. طبعا هذا ماسك تحطونه على طول يمتص الشعر في 20 دقيقة، ما يحتاج تحطونه كم ساعة وتقعدون تحت البخار حوسة، هذا على طول سريع يعني. طبعا زي ما تشوفون توقع هو كذا، طبعا سوي كذا عشان أتأكد أن الماسك راح يجي على كل شعرين يعني ما راح يجي على فوق بس والباقي لا. طبعا هنا في زي السكر أنا ما أشوف، تكونات لصقونه بس خلاص ما يحتاج يعني ثابت.